تعالوا نتكلم عن منتجات مصرية بديلة للمنتجات اللي احنا مقاطعينها. ولحسن الحظ ان انا كمان لقيت ان معظمها موجود عندي في البيت، فيلا بينا نشوف مع بعض. اول حاجة هتكلم بالنسبة للجبنة، فجبنة دومتي فيها منها كتير جدا، سواء بقى اطعمة، في كمان جبنة مزارع دينا، فدي برضو بديل كويس جدا للمنتجات اللي احنا مقاطعينها كلها. تاني حاجة موجودة معايا برضو وهو العسل، العسل الابيض ده بتاع مرام. العسل ده مكتوب ان هو صناعة مصرية، فين او منتج مصري 100%، يعني دوروا كمان على صورته هتلاقوها مكتوبة ان هو منتج مصري 100%. العسل بتاع مرام برضو موجود في اي هايبر ماركت. ممكن ننزل يا فندم، ممكن ننزل. كمان النسكافيه البديل بتاعه هو كافيه مصر او نسكافيه مصر، ده برضو بقاله فترة نازل وكويس، وصراحة مش وحش، لان انا شفت ناس بتعمل عنه ريفيو ان هو وحش، بس الصراحة ان هو كويس جدا، هو بقاله معايا فترة، ده يعتبر تالت بطرمان جايباه، وبديل كويس او رخيص شوية بالنسبة للمنتجات اللي احنا برضو مقاطعين. شاي العروسة البديل بتاعنا اللي هو اصلا المفروض احنا بنستخدمه على طول، شاي العروسة مصري برضو 100%. اللبن بتاع ميرو هو اللبن البديل لمنتجات ميدو او اي منتج مش مصري احنا مقاطعينه، فاللبن بتاع ميرو كويس جدا، ده البديل دي. بالنسبة للمنظفات عندنا يا اما اوكسي يا اما واحد تاني جديد جدا انا حبيته برضو، يعني نفس المستوى بتاع اوكسي، وهو اسمه فيلفيتا، هو ده عايزه اقول لكم روعه بجد بجد. فيلفيتا برضو مصري منتج 100% اهو، صناعه مصريه زيه زي اوكسي بالظبط. كمان عندنا المنتجات بتاعت فريده، يعني طبعا لا غنى عنها، سواء بقى معطر او هاند جل، فمنتجات فريده معروفه طبعا هي عامله ازاي. كمان عندنا البامبرز بتاع مولفكس، مولفكس طبعا صناعه مصريه غير بامبرز او غير اي حاجه تاني، فمولفكس زي ما اتفقنا هو صناعه مصريه، كل الحاجات اللي احنا شفناها دي صناعه مصريه 100%. اما بالنسبه لمستحضرات التجميل او بالنسبه للمنتجات العنايه بالبشره، فباث اند بادي مش معانا، وجلايسوليد اللي انا شايفاه هو مكتوب عليه ان هو صنع في المانيا او هو منتج الماني، فانا الصراحه مش عارفه هو معانا ولا مش معانا، فده هسيبه على جنب. اما بالنسبه للونه فعايزه اقول لكم ان ده تحفه تحفه تحفه، وبديل حلو جدا للاثنين اللي انتوا شفتوهم دول. ده زي ما انتم شايفين اللوشن بتاع لونه خطير بجد. فدي كل المنتجات اللي احنا نقدر نجيبها كصناعه مصريه بالنسبه ان احنا نشجع منتج بلدنا، او بالنسبه ان احنا مقاطعين المنتجات التانيه اللي بتدعمهم. فخلينا في منتجاتنا يا جماعه احسن، ونشجعها احسن واوفر لينا، ودينا بنشجع صناعه بلدنا، ودينا كمان ما بنشجعهمش ولا بنشجع منتجات، ولا كمان بنوفر لهم كل الدخل اللي احنا كنا بندهولهم ده كله. بس كده، ده كان فيديو النهارده، وسلام.